اليوم نعرفكم على الخبز اللواش الارميني. هذا الخبز اللواش الارميني اتعنيته من الصبح، رحت اخذته فريش حتى نضيف جماعتنا اللي يحب اللواش الارميني. للمعلومات هذا الخبز تسجل في اليونسكو على انه خبز ارميني. اخاف يطلع لكم تركي يقول هذا خبز تركي، يطلع ايراني يقول هذا خبز ايراني. لا تصدقوا، دخل باليونسكو على انه خبز ارميني. اللي يحب خليه يجي يذوقه ويانا. Yeah.